بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم، موضوع العنف الأسري، لأن في حادثة حصلت من كام يوم كده في إحدى قرى بالصعيد. أب قتل بناته الثلاثة. هنشوف الأسباب إيه، وهنحاول نتعرف على تفاصيل، مش القضية دي بالذات، لا، هنحاول نتعرف على تفاصيل العنف الأسري، أسبابه، وليه الناس بقت لما بتتضايق من أي حاجة أو بيحصل لها مواقف نتيجة الإفلاس، نتيجة عوامل اقتصادية، نتيجة اللخبطة اللي احنا عايشين فيها، ما بيلاقيش غير ولاده ينفس فيهم كربه. يعني دايما الأب متنرفز في الشارع، ولاده شاربين المر في البيت، يعني يا إما يتنرفز على مراته، يا إما يضرب مراته، يا إما يضرب ولاده، وأحيانا بيقتل ولاده. زي ما شفنا، هقول لكم كم حادثة حصلت الفترة اللي فاتت ديت، هنلاحظ إن المسألة مش ظاهرة، دي حالات فردية، ولكن احنا بنقول إن العنف مرفوض داخل الأسرة، حتى ولو كان بالشخط أو النطر أو إنك تزعق أو إنك تكون طول الوقت متضايق على مراتك وعلى أولادك وخلافه. يسعدنا جدا تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ناس وناس، أو باتصالاتكم التليفونية من خلال أرقام بتظهر على الشاشة قدام حضراتكم. النهاردة هنتكلم برضو مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد صلاح الدين حنفي، أستاذ علم الاجتماع الديني بكلية الآداب جامعة القاهرة، في قضية العنف الأسري. قبل ما نخش على العنف الأسري، معانا كده كام فتوى وكم مسألة محتاجين نتناقش مع حضراتكم أو نقول رأينا فيها. أول فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية: تأجيل أداء الميراث دون عذر حرام شرعا. في بعض القرى وكتير من العائلات بتمنع إن هي تدي الميراث للورثة، وخصوصا إذا كانت البنت هي صاحبة الميراث، يعني بيشوفوا انه عيب قوي ان البنت تاخد ميراثها من ابوها، فاخواتها ياخدوا ميراثها غصب عنها، يدوها ايجار او ما يدوهاش خالص، ويحرموا عليها ان هي تاخد ميراثها من ابوها، واحيانا العمه ما تاخدش، العمه ما ياخدش وخلافه. دار الافتاء اصدرت فتوى بتقول فيها ان مماطله احد الورثه او تاجيله قسمه الارث او تمكين باقي الورثه من نصيبهم بلا عذر او اذن من الورثه حرام شرعا، وصاحبه اثم وعليه التوبه والاستغفار. دللت على ذلك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قطع ميراثا فرضها الله قطع الله ميراثه من الجنه. اللي يقطع ورث، اللي ياخد ميراث من حد، وربنا عز وجل هو الذي فرض هذه الميراث، ربنا عز وجل يعاقبه في الآخرة بأنه يحرمه من ميراثه في الجنة. يعني تحرم أخوك من ميراثه، أو أختك من ميراثها، أو عمتك أو خالتك أو أي حد من ميراثه في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، يوم ربنا عز وجل يحرمك من ميراثك في الآخرة. لو عملت مقارنة بسيطة قوي بين ميراث الدنيا وميراث الآخرة، يعني أنت حرام، حرام بالعقل وبالمنطق وبالشرع أنك تخسر ميراثك في الجنة. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، اللي أقل نصيب لإنسان في الجنة، يعني أقل واحد هياخد نصيبه في الجنة هياخد قد الدنيا دي مرتين. وده وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث الرجل الذي آخر رجل يدخل الجنة، اللي يطلع من النار يكبو مرة ويمشي مرة لحد ما يلاقي شجرة وبتاع، في آخر الحديث ربنا يقول له: أترضى أن يكون لك مثل الدنيا ومثلها معها؟ ترضى أن يكون نصيبك من الجنة قد الدنيا دي كلها مرتين؟ الدنيا مش مصر ولا أمريكا، الدنيا كلها بالكواكب، بالأنهار، بالبحار، بالحاجات، مرتين ده أقل نصيب لإنسان في الآخرة في الجنة. فما بال حضرتك تحرم نفسك من هذا الميراث علشان إيراد أرض أو فدان أرض أو 10 أو 100 أو 50؟ ده لو الدنيا كلها ما تسويش أن أنت تخسر ميراثك في الآخرة. وده بنقوله الكلام ده، يمكن فتوى بتتكرر كتير قوي، وكنا عملنا حلقه مع الدكتور سعد الدين الهلال ربنا يكرمه في حلقه هنا في قناه في السي بي سي هنا، اتكلمنا فيها عن الميراث وفصلنا الموضوعات. ممكن حضراتكم ترجعوا تشوفوها على اليوتيوب، موجوده على اليوتيوب امام حضراتكم، هي قدامكم اهيت. كنا اتكلمنا فيها عن المواريث وعن ازاي ربنا عز وجل كان حكيم وهو بيوزع الميراث، اللي ذكر مثل حظ الانثيين، وان ربنا عز وجل في سوره النساء وهو يتحدث عن تفصيل ايات الميراث، يقول الله عز وجل بعد التفصيلات دي كلها يقول: وصيه من الله، ويقول في اول الايه: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايه. فاذا كان الميراث ده وصيه من الله عز وجل، واذا كان ربنا عز وجل هو الذي فصل هذا الميراث بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وبين ان
الاعتداء على هذا إنما هو اعتداء على حد من حدود الله عز وجل، فيجب على الإنسان إن هو يحتاط ويحذر من إنه يأكل ميراث أخته أو أخوه أو أي حد، أو إنه يفضل نفسه على غيره بإنه ياخد الحتة الأرض الكويسة ويدي التاني الأرض اللي مش كويسة، أو ياخد هو الفلوس الطيبة ويدي التاني المال الغير رابح مثلا أو الشركة الخسرانة هو اللي ياخدها. لا، يكون الميراث بالعدل طبقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى. فتوى تانية زوجة كريمة بتقول: زوجي توفي منذ عام وما زلت أبكي لفراقه، فهل هذا حرام؟ أولا ربنا يبارك لك ويكرمك، لأن ده دليل الوفاء. كونك تبكي على جوزك بعد سنة من موته لحد النهاردة ده دليل الوفاء، إنك زوجة وفية لزوجك وإنك صعبان عليك العشرة، وأكيد إن هو كمان كان إنسان محترم وكان إنسان بيعاملك كويس، عشان كده أنت كمان متأثرة بفراقه جدا جدا يعني. لكن حكم بقى البكاء هل هو حرام ولا مش حرام؟ أنا بقول لك مش حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أشياء بعينها، قال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. يعني إيه؟ ليس منا من شق الجيوب، الجيب اللي هو طوق القميص كده أو طوق الجلابية اللي بيمسك هدومه ده ويقوم شايقها نصين كده، ده طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتبرأ منه. من شق الجيوب ولطم الخدود، ساعات تلاقي واحدة في مصيبة أو واحد في مصيبة يلطم خده، ده برضو ده منهي عنده. ودعا بدعوى الجاهلية، اللي يقعد يقول بقى سيبني لمين وفايتني لمين، وليه يا رب خدته هو وسبت مش عارف مين، وليه يا رب بتعاقبني أنا وسايب الناس التانية، ده كله حرام، لابد أن نرضى بقضاء الله عز وجل. يبقى منهي عن هذه الأمور فقط. في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن البكاء في حد ذاته ليس حراما. النبي لما ابن إبراهيم توفي كان النبي يبكي، فقال أحد الصحابة له: أتبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفيه رواية تانية أو حديث تاني في نفس الموقف النبي قال فيه لما ابن إبراهيم مات، قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى بكاء العين اللي هو البكاء، دموع العين اللي هي البكاء، ليس حراما، بل إنها دليل على رقة القلب وعلى وفاء الإنسان وعلى حزن الإنسان وعلى صدق الإنسان في حزنه على من فقد. إنما الحرام إن الإنسان بقى يلطم الخد أو يشق الهدوم نصفين كده، أو إنه يتكلم كلام يغضب ربنا عز وجل. وطبعا الكلام عن الصبر وعن البلاء لو اتكلمنا عنه ناخد وقت طويل، لكن ده باختصار: ليس حراما أن يبكي الإنسان على فراق حبيب له. الشؤون الدينية بمجلس الشعب قالت: لا مانع من بناء كنائس جديدة بما يتوافق مع عدد الأقباط. وأكد النائب السيد عسكر رئيس لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب أنه ليس هناك مانع من بناء كنائس جديدة بما يتوافق مع عدد الأقباط. قال خلال لقائه اليوم مع بيتر شيا سكرتير أول السفارة الأمريكية للشؤون الإسلامية أن المسلمين يعانون أكثر من الإخوة المسيحيين في بناء المساجد، مشيرا إلى أن الإحصاء الواقع يكشف أن دور العبادة للمسيحيين الحالية تفوق أعدادهم، لافتا إلى أن قرار مجلس المحافظين اللي صدر في 2002 وضع شروط تعجيزية لبناء المساجد، وهو القرار الذي رفضه القضاء. على كل حال إحنا بنقول إن حق الإخوة المسيحيين كلهم كنائس، وإذا كانت الشؤون الدينية بمجلس الشعب وافقت على بناء كنائس تتوافق مع عددهم، ده شيء جيد ورائع في طريق أن يكون كل إنسان في هذا الوطن له حقوق وعليه واجبات، وكل إنسان صاحب حق عليه أنه يأخذ هذا الحق، وأن المسلمين يجب أن يقفوا بجوار إخوانهم المسيحيين في موضوعات أو في حل مشكلات تتعلق بهم، سواء في دور العبادة أو في أي مسائل أخرى. ويمكن أن كنت قبل كده مرة اتكلمت وأنا في كنيسة قصر الدبارة لما قلت ليس هناك خلاف عقائدي بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وأنه إذا كانت هناك خلافات في الأمور الفرعية فالسبيل إلى حلها الحوار. بعض الإخوة فسروها غلط وطلعوا قالوا مظهر شاهين بيقول أن العقيدة الإسلامية والمسيحية واحدة وأن ما فيش فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. طبعا هذا كلام خطأ وأنا ما قلتش كده خالص، أنا بقول إن الخلاف أو أي خلاف بيكون بين مسلم ومسيحي في مصر العقيدة ليست سببا فيه،
مفيش خلاف بين المسلم والمسيحي بسبب العقيدة، وده كلام واضح جدا مش محتاج لتحريف ولا محتاج لمزايدات. أما إذا كان هناك مشاكل بسبب أمور فرعية زي بناء الكنائس، زي مثلا احتجاز مسلمة في كنيسة أو احتجاز مسيحية في مسجد أو أي حاجة تانية، السبيل إلى حل هذه المشكلات هو الحوار والتفاهم. فما قيل أو ما نسب، بالمناسبة أنا يمكن ما ردتش قبل كده بس بالمناسبة، يعني ما أشيع عني أن أنا بقول العقيدة واحدة، ده كلام خطأ جدا. العقيدة ليست واحدة، بس أنا بقول العقيدة مش سبب في الخلاف، ليس هناك خلاف بسبب العقيدة، فأرجو الأمور تكون واضحة. أنا ما اهتمتش بالرد قبل كده لأن الأمور واضحة مش محتاجة مزايدات يعني. على كل حال دي خطوة أعتقد في الطريق الصحيح، إن كل واحد ياخد حقه وياخد اللي ليه واللي عليه. النهاردة هنتكلم في ظاهرة العنف الأسري، بعض الجرائم كده سريعا نقولها لحضراتكم عشان بقى نقف على الأسباب ونقف على المشاكل. الحالة اللي هنش... اللي هن... اللي هن... هنناقشها النهارده، او سبب ان احنا بنناقش الموضوع النهارده، اخ امين شرطه في المنيا قتل اطفاله الثلاثه، بنت عندها 8 سنين وبنت عندها 5 سنين وبنت عندها 3 سنين. قتلهم ازاي؟ جاب تعابين الكبرى اشتراها مخصوص ودخل على بناته وهم نايمين الثلاثه، حط على كل بنت تعبان كبرى يقرصها والعياذ بالله ويكتم نفسها لحد ما تموت. التلات بنات ماتوا في وقت واحد، وبقى يدخل يحط التعابين عليهم لحد ما يصورهم يمكن امام حضراتكم على الشاشه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا طبعا يرحمهم ويصبر اهلهم. يعني الاب ده اشترى الكوبرا مخصوص من القاهره من هنا عشان خاطر يقرص بناته الثلاثه، لانه كان بيشك في سلوك امهم، بيقول ان هو لما اتجوزها طلعت مش بنت، بعد كده طلقها. طب انت طلعت مش بنت ما تطلقها من الاول لو انت شاكك يعني، لو انت لكن تخلف ثلاث بنات وعندها 8 سنين والتانية عندها 5 والتالتة عندها 3 ورحت اتجوزت واحدة تانية خلفت لك ولد، طب البنات ذنبهم ايه؟ ليه بقى انت بتنتقم من الام في بناتك؟ ليه ذنبهم ايه البنات؟ يعني عملوا ايه البنات؟ بأي ذنب قتلت؟ هديت في حكم الموءودة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ 8 سنين لم تكلف والخمسة والثلاثة ذنبهم ايه؟ كل واحد شاكك في سلوك مراته يروح ينتقم من ولاده؟ واحد متضايق من مراته شاكك من مراته جوزها طلعت مش بنت ولا اي حاجه اي سبب تاني يعني يروح ينتقم من ولاده ويقتلهم؟ طبعا دي مش ظاهره، مش بتحصل كتير في مجتمعنا، بس احنا برضو لو كانت حادثه واحده حرام بنت تموت او ولد يموت صغير بسبب ابوه او امه او خلافات بينهم. طلق زوجته الاولى بعد شكه فيها وبناته، اتجوز من واحده تانيه، خلف ولد، ازداد الكره لبناته، صمم على قتلهم، اشترى التعابين وقرصهم. طبعا بنشكر جدا، انا لما قريت التفاصيل الشرطه بنشكرها، لان هي التحريات هي اللي اثبتت ان الاب هو اللي عمل كده، لانهم لقوا البيت تقريبا معمول بالسيراميك، فجابوا خبير تعابين قال لهم مش معقول التعابين الكبرى تعيش في المكان ده، فبدات الشكوك، عملوا تحرياتهم، ضغطوا على الاب اعترف بالكلام ده، فبنشكرهم جدا لان هم الحقيقه مجهودهم ده عند ربنا عز وجل يؤجروا عليه، ويا ريت كل واحد في مكانه يتقي ربنا كده عشان خاطر الناس تاخد حقوقها. في سوهاج قبل كده زوج قتل زوجته لخلافات على مصروف البيت، بعد مشاده منهم هما الاثنين طلع الطبنجه وضربها بالنار في راسها ماتت فورا. مندوب شرطه ده ذبح مراته قبل كده علشان اتاخرت في اعداد الشاي. مندوب شرطة ذبح زوجته أمام طفلتيها داخل منزله بقرية بوادي النطرون بسبب رفضها الاستماع إلى كلامه، حيث طلب منها إعداد كوب شاي تعللت بأنها تعبانة، قالت له تعبانة طلع برضه الطبنجة أو طلع سلاح أبيض وقطع رقبتها أمام بناتها. عامل حول حفل زفاف أخته بالفيوم لليلة دامية بعد ما قتل عريس أخته، قتل عريس أخته وزوج شقيقة العريس، والخلاف على ايه؟ على مكان الفرح، نعمله هنا لا نعمله هنا، قتل العريس وقتل اخو مرات العريس، اخو زوج اخت العريس. بائع خضار قتل ابنه وكان هيقتل بنته لرغبه المجني عليهما في زياره والدتهما المطلقه، الولد والبنت عايزين يزوروا امهم المطلقه، الاب بيكره زوجته، طلع يعني برضه قتلهم علشان ما يروحوش. اب قتل ولاده الثلاثه طعنا بالسكين ليرتاح من همهم ومطالبهم، سواق تاكسي اشترى تاكسي يبقى عليه ديون، اصيب بحاله نفسيه، عنده ثلاث ولاد، ولد في اولى اعدادي، بنت في خمسه ابتدائي، ولد ثاني في ثالثه ابتدائي، امهم غابت عن البيت شويه، طلع سيف وانهال على اعناقهم
ضربا وقام بتسليم نفسه للشرطة في الشرقية. واحد تاني قتل أخو زوجته لتدخله لفض مشاجرة. وقواضي كتيرة جدا، احنا مش بنعقد حضراتكم، ما بنقولش المجتمع كله قتل وسرقة ونهب ودم، ما بنقولش الكلام ده خالص. إذا كان في حادثة فالحمد لله فيه ألف، لا فيه مليون بيت آمن ومستقر، وإذا كان في أب سيء فيه 20 مليون أب محترم، وإذا كان في أم سيئة فيه 20 مليون أم محترمة. لكن إحنا دورنا في المجتمع إن إحنا نناقش السلبيات ونحاول نسد الثغرات ونحاول نقول ده غلط وأسبابه إيه وإزاي نعالجه. ده دورنا في البرنامج. عشان كده أنا مش عايز أعقد حضراتكم النهاردة، لكن يا رب مع بعض نقدر نقف كده على قضية على الأقل عشان نحافظ على بنت مسكينة زي البنت اللي ماتت اللي عندها 8 سنين، أو أخوها أو أختها أو أختها أو أختها التانية التالتة، نحافظ عليهم. وعلى لأن أكيد في برضه ناس متضايقة ومزمزقة ومخنوقة وبتفكر، فبنقول لا خد بالك ده حرام ودي كبيرة من الكبائر، ده دي كمان مش كبيرة، ده دي أكبر 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 الكبائر. إذا كان قتل النفس حرام، فما بالك لما اللي يكون القاتل هو الأب، يبقى حرام، يعني حرام جدا جدا جدا. لأن المفروض هو اللي يحرس وهو اللي يأمن وهو اللي يغطي وهو اللي يطبطب وهو وهو وهو، فلما يعمل العكس يبقى أكيد الموضوع صعب جدا. فاصل ونكمل مع الدكتور محمد صلاح الدين حنفي، موضوع بقى في قضية العنف الأسري ده أسبابه إيه وهنعالجه إزاي إن شاء الله. اهلا بحضراتكم مره تانية، بنرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد صلاح الدين حنفي، استاذ علم الاجتماع الديني بكليه الاداب جامعه القاهره. دكتور محمد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور مازن. يسعدنا التواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج ناس وناس. كان سؤالنا بيقول هل الظروف الحاليه التي تمر بها مصر ساهمت في زياده العنف داخل الاسره؟ هل الظروف الحاليه التي تمر بها مصر ساهمت في زياده العنف داخل الاسره؟ جاوبونا على السؤال، ابعتوا ارائكم ومقترحاتكم. بعد شوية هنتواصل معاكم على التليفونات، اتصالاتكم التليفونات، قولوا رأيكم في اللي بيحصل ايه، الأب اللي قتل ولاده دول والزوج اللي قتل زوجته والأحداث العنف اللي جارية ديت سببها ايه؟ هل الأحداث فعلا سبب في كده؟ هل الضيق الاقتصادي؟ هل الفوضى؟ هل غياب الأمن؟ هل غياب الوعي الديني؟ هل بعض الناس بتلاقي فيه فرصة ان هم ينفلتوا طالما القانون مش موجود، او ظنا منهم بان القانون مش هيطولهم مثلا؟ جاوبونا، عايزين نسمع ارائكم، نسمع الشارع بيقول ايه. انتوا حضراتكم في البيوت راضيين عن ده ولا مش راضيين؟ طب الحل ايه من وجهه نظركم؟ احنا عاوزين ننقذ بنت دلوقتي او ابن ممكن يكون ابوها بيفكر يعمل اللي اتعمل قبل كده، ننقذ بنت او ابن تكون امها بتفكر تنتقم منها بسبب ابوها اللي مضايقها مثلا، نحاول ننقذ. مش بقولش المجتمع كله كده عشان ما حدش يقول احنا بنكبر الموضوعات، لا، بس لو بنت واحده معرضه لكده البنت دي في رقبتنا كلنا ولازم ننقذها بإذن الله تعالى. دكتور محمد، إيه اللي بيحصل ده؟ تفسيرك إيه إيه الأسباب في اللي إحنا بنسمعه النهاردة؟ وده طبعًا جديد على المجتمع المصري، ما كانش فيه كده عمره. أنا وأنا صغير في السن ما سمعتش أب ذبح ولاده دي خالص، بس اسمح لي قبل ما تقول لي إيه اللي بيحصل ده وسببه إيه، أنا معايا تقرير نشوفه مع إخواننا المشاهدين ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني إن شاء الله. ازدادت في الفترة الأخيرة معدلات العنف داخل الأسرة، وأصبحنا نسمع عن جرائم قتل بشعة تروع القلوب وتبكي العيون، وتؤكد أن هناك خطرا يهدد مجتمعنا وحياتنا. الأسرة انتشر فيها داخلها العنف، لأن كل البلد بقى فيها عنف كتير. الناس البلطجية اللي بيسرقوا أي حاجة في الشارع، البيوت اللي بيقتحموها عشان يقتلوا حد. جرائم زادت جدا، لا ده نتيجة ان المبادئ والقيم داخل الأسرة اتعدمت. أكتر جريمة بشعة اللي أنا يعني إزاي أب أصلاً يجيب تعبين ويقتل ولاده؟ إزاي؟ ده الكلب يعني الكلب بيحضن على ولاده ولو قرب حد منهم بينهش، ده إيه؟ هو مش لحم ودمه؟ ده أكيد مريض نفساني. فسبحان الله الذي قد حرم القتل بين الناس، فأي قسوة تلك التي تدفع من يقتل أمه أو زوجته أو أولاده؟
ليه يجيله قلب ان هو يقتل ابنه او مراته؟ المفروض دول يعني اهم الناس في حياته. يعني الواحد المفروض ما يوصلش للمرحله دي مهما الظروف يعني كانت قاسيه او حاجه، بس المفروض يعني ايه اللي يخليه يوصل لحد قتل؟ القتل ده حاجه بشعه جدا يعني. ولكن ما هي اهم الاسباب والعوامل التي ادت الى انتشار هذه الجرائم الغريبه على اخلاق وقيم مجتمعنا؟ يعني نقدر نقول نبتدي كده بنقول لضعف الايمان، علاقة الناس بربنا سبحانه وتعالى. نمرة اتنين، التربية نفسها اختلفت، حتى تقدر تقول برضو ما بقاش فيه رادع ديني. الإعلام ليه دور كبير جدا في أفلام اللي هي بتعرض على الأطفال الصغيرين والنشأة عندنا، اللي فيها سفك للدماء، فيها طبعا ظهور شيء من عدم الأخلاقيات اللي موجودة عندنا، وده مش مجتمعنا كله بالشكل ده. لازم نشوف كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده أول حاجة نعمل بيه، ولو اتبعنا كلام ربنا سبحانه وتعالى هننجح في عملنا وفي دنيتنا كلها. بالنسبة للتوعية بنبدأ من المساجد والكنائس. عايزين نربي شبابنا على الدين والصلاح والأخلاق الحميدة، والناس تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها وفي بناتها، ويعيش المجتمع يعني في أمن وأمان واستقرار. مأساة تعيشها كثير من الأسر، ويتألم لها ضمير المجتمع، وما زالت تبحث عن حل من أجل الحفاظ على حياة الناس. فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. بشكر إخواني في الإعداد جدا على هذا التقرير الجيد المحترم، وبأكد مرة تانية وثالثة، إذا كان في مليون، إذا كان في أب قاسي أو أب قاتل لأبنائه، ففيه في المقابل 20 مليون أب محترم وشفيق جدا على أولاده، وبيحاول أنه هو يعمل اللي عليه وزيادة تجاه أولاده. بس دورنا زي ما قلت لحضراتكم أن احنا نحاول، لو بنت واحدة أو ولد واحد في المجتمع كله معرض أن هو يتقتل من الأب أو الأم مثلا لا قدر الله، دورنا نوعي الأب والأم، ودورنا نحافظ على أولادنا. دكتور محمد برحب بيك ونورنا. أنا وأنا صغير ما كنتش بسمع أبدا أن فيه أب قتل أولاده، يمكن كان في فترة من الفترات موضوع الزوجة اللي تقتل زوجها، وكانوا حتى ينكتوا ويقولوا تحط في كياس بلاستيك وكلام من ده، كانت فترة من الفترات وربنا ما يرجعها تاني. النهاردة بنعيش حالة جديدة شوية، من سنة سمعنا الكلام ده، يمكن قبل الثورة بشهور برضو كان في حادثة بتاع مصر الجديدة وكانت مشهورة جدا. مهندس، ايه اللي حصل في مجتمعنا؟ خلينا وصلنا لكده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللي حصل في المجتمع هو عدم تفعيل القانون، تغييب، وأنا أقصد بكلمة تغييب للأمن في نواحي كتيرة جدا. فابتدى المجتمع يحس إن, 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 إن المساحة فاضية. يعني أنا كنت بتصور إن القانون والأمن هيقدر يجيب لي حقي، فلما تغيب الأمن أو غيب حصل إن في أصبح كل واحد مطلوب منه إن هو يدافع عن نفسه. فكرة العنف الأسري هي فكرة موجودة، ولكن هي مسكوت عنها. يعني لازم نفرق بين العنف المجتمعي الذي يحدث حاليا وبين العنف الأسري. العنف الأسري ظاهرة وموجودة في كل المجتمعات، لكن المشكلة إنه مسكوت عنها، لأن حجم ما يبلغ عنه من العنف الأسري أقل بكثير جدا مما يحدث. فبالتالي إذا إحنا اتكلمنا عن العنف المجتمعي فنحن نتحدث عن ظاهرة وجدت بفعل عوامل كثيرة جدا. طبعا الثورة حالة استثنائية، وحالة بيبقى فيها حالة توتر شديد وحالة اضطراب شديد، ويمكن الناس برضو اتعلمت فكرة الدفاع عن نفسها من خلال فكرة اللي هي الحاجة الشعبية اللي كانوا بيعملوها، يعني الحماية الشعبية اللي كانوا اللجان الشعبية اللي كانوا بيعملوها. كان بيتصور ان اللي جاي خلاص، يعني فكرة يا قاتل يا مقتول، ده واحد خريج سجون وبالتالي من الممكن. أيوة دكتور، بس اللجان الشعبية دي المفروض بتحمي البيوت من خطر الخارج. انما انا بتكلم عن اب وام الاثنين في بيت واحد، مش هعمل لهم لجان شعبيه عشان احمي الاب من الولاد ولا الولاد من ابوهم مثلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه إن انا مش متخيل ان اللي يمنع الاب من انه يعتدي على اولاده يبقى القانون.
مش متخيل ده. يعني اذا غاب القانون او اذا ضعف القانون او اذا الاب عرف انه لن يلاحق يبقى قاسي. لا، في حاجه اعتقد هي موجوده غلط في هذا الشخص، قد يكون مرض نفسي، قد يكون شيء عارض او حاجه طارئة لا قدر الله مثلا. لكن انا عمري ما هقول اللي يحمي الولاد من ابوهم هو القانون، ده يبقى كده وصلنا لمرحله سيئه جدا. انا 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 كنت اقصد بيها دكتور فكره العنف المجتمعي، المجتمعي إنما وليس الأسري. العنف الاسري كل 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 العلماء اللي درسوا العنف بيلخصوا ان هناك ثلاثه اسباب اساسيه للعنف. اسباب شخصيه بتتعلق بالحالة النفسية والحالة المزاجية للأب أو الأم المرتكب العنف، وأسباب اجتماعية متعلقة بالظروف الاقتصادية والبطالة وعدم رضا الأب عن العمل وكثرة الأولاد وضيق العيش اللي بيعيش بيعيش فيه الشخص، والأسباب الثقافية اللي هي بتبقى ثقافة المجتمع تشجع على ارتكاب العنف. وأنا عندما أتحدث عن العنف لا أتحدث عن القتل فقط، ولكن هناك أفعال عنيفة يرتكبها الأب أو الأم تترك أثرا، سواء أثرا ماديا أو أثرا معنويا في الأبناء، وبتسيب أثر، والأثر ده بيستمر فترة طويلة جدا. فيعني هي الفكرة أن أنا كنت بستعرض العنف المجتمعي الأول، لكن العنف الأسري كل علماء الاجتماع العائلي وعلماء الجريمة اتفقوا على ان في ثلاث اسباب شخصية. ثلاث اسباب ايه هم؟ رقم واحد انا بقول لحضرتك الاسباب الشخصية المتعلقة بالحالة الوجدانية للشخص نفسه مرتكب العنف، وممكن يبقى ضعف عقلي، ممكن يبقى اضطراب نفسي، دي الاسباب اللي هي الاسباب الشخصية او الاسباب النفسية. الأسباب المجتمعية اللي هي متعلقة بالظروف الاقتصادية وضغط الحياة على الشخص، وبالتالي لا يجد متنفسا إلا إخراج هذا العنف سواء على زوجته أو على أولاده المقربين منه. المقربين منه. الأسباب الثقافية اللي هي متعلقة بالوجود في ثقافة تشجع على العنف، أو زي مثلا الثقافة الذكورية التي تؤكد على فكرة أن الذكر على حق طول الوقت، وبالتالي هذه الثقافة بتدعم فكرة أن حتى لما الراجل يضرب لا أحد يؤخذه. لو الولد طلع في نفس الثقافة يطلع أن هو يضرب إخواته البنات على اعتبار أنه هو إيه الذكر. هو راجل. فبالتالي الوجود في شكل في هذه الثقافة بيدي إحساس للشخص أنه على حق ولا يرتكب عنفا. فبالتالي هم دول الثلاث عوامل او الثلاث اسباب اللي بيتكلموا على فكره العنف الاسري. لكن بشكل عام العنف الاسري مشكلته الاساسيه انه غير مطروح للمناقشه وغير مطروح على الدراسه. يعني فكره الدراسات التي تتحدث عن العنف الاسري قد نجد هذه الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، لكن عندنا قليل جدا اللي هي الدراسات اللي اتعملت. ويمكن أحدث دراسة عملها زميلنا الأستاذ الدكتور. طب يعني هل ده لأن برضو الـ في عامل اقتصادي موجود في القضية دي وعامل مؤثر ومهم جدا، ده بيكون سبب إن الجريمة بتنتشر أو بتزداد في البيئة الفقيرة أكتر من البيئة الثرية؟ والله هو الخاصة بالعنف الأسري تحديدا. يعني هو هي فكرة علماء الاجتماع برضو لما اتكلموا قالوا ان لماذا لا يتم الحديث عن العنف الأسري، فقالوا ان في مجموعة خرافات كده في ذهن الباحثين بتبقى مؤثرة في ان هم ما يتطرقوش لهذا الموضوع. اول هذه الخرافات ان فكرة ان لازم الشخص اللي يعمل كده يكون شخص مختل عقليا فبالتالي بيستبعدوه. لازم فكرة إن الزوجات مثلا اللي بيتضربوا أو بيمارس ضدهم عنف إن هم حابين كده بدليل إن هم ما بيبلغوش أو بيؤثروا السلامة. الكلام ده حضرتك بتقول خرافات؟ الحاجات دي خرافات؟ علماء الاجتماع اللي تطرقوا لهذا الموضوع قالوا إن أحد أسباب عدم انتشار الحديث عن العنف الأسري إن في خرافات في ذهن الناس وفي ذهن الباحثين برضه.
إن إن الشخص اللي بيعمل كده لازم يبقى مثلا لازم يبقى مدمن مخدرات، لازم يبقى مضطرب عقليا، عشان واحد يقتل ولاده بيبقى التفسير الأسهل إن هو شخص مختل عقليا. وكثير جدا من الناس بيهربوا من العقاب القانوني بالحكاية دي إن هو يطلب إعادة الكشف على موكله نفس قوة عقلية، وبالتالي بيهرب من العقاب وبعد فترة بيخرج من المستشفى. لكن الحق بقى إن المفروض إن دي خرافات، إحنا نبحث في الموضوع بشكل جاد جدا. في عنف وفي عنف شديد جدا وفي عنف أسري وله أسباب اجتماعية بتضغط على مرتكب العنف نفسه سواء ذكر أو أنثى، لأننا لا نستطيع أن نقول أن مرتكب العنف على طول الخط ذكر. نعم. لكن في إناث بيرتكبوا العنف. وأنا كان عندي زيارة لسجن القناطر، لأن احنا بنعمل حاجة اسمها التدريب الميداني، فبناخد الطلبة نوديهم للسجن النساء. فروحنا سجن النساء فقابلنا أحد الحالات بنت ست وبناتها الثلاثة، ففوجئنا بها ان هي ست رقيقه جدا ومتدينه جدا ويعني لا يبدو عليها لا امراض الاضطراب النفسي ولا يبدو عليها ان هي عندها نقص ايمان ولا الكلام ده كله. فابتديت اسالها طب ايه اللي جعلك؟ قالت لي لا، هي كان يعني جريمتها ايه؟ قتل جوزها ولا حاجه ولا لا ده هي وبناتها قتلوا جوزها ويعني حطوه، كانوا ساكنين على المسلح، حطوه في البلكونه وردموا عليه بالمسلح وبلطوا عليه. انهار ابيض. والبوليس اكتشف المسألة دي بالصدفة، لان هي قدمت بلاغ ان جوزها اختفى، وفجأة لقوا ان البنات والست بيبتدوا عينيهم تلقائيا كل ما رجالة البوليس يدوروا يبصوا على البلكون فابتدوا يلاحظوا ان كل ما يجوا يخشوا البلكونة يحصل حالة توتر شديد جدا عندهم، فابتدوا يضيقوا عليهم الخناق لحد ما اعترفوا. لحد ما ابتدوا ان هم رجال البوليس يبتدوا يشيلوا السيراميك. طب وجدت ان السبب بقى في ايه اللي دفعهم لكده؟ اذا كنت بتقول ان هم كانوا متدينين ووضح عليهم ان هم ناس السبب اللي دفعهم لكده ان الوالد كان متعسر اقتصاديا وعنده في ادمان على المخدرات، وابتدى ان هو فقد كل سبيل ان هو يشتري المخدرات، فابتدى ان هو يعرض بناته ويعرض زوجته على البغاء، والعياذ بالله على البغاء، او ان هو يجيب لهم ناس جوه البيت. على كل حال مش الرجل فقط هو الجاني ولا البنت او المراه فقط هي الجانيه، الجريمه ليس لها بطل واحد، يعني بتختلف الاسباب وتختلف ايضا النوعيات، تختلف النتائج. على كل حال احنا ناخد فاصل يا دكتور ونرجع مع حضراتكم، فيه اتصالات كتيره جدا بيقولوا لي في الكنترول، فنحاول نتواصل مع حضراتكم يا رب نقدر نوصل لصياغه نحل بها مشكلتنا النهارده باذن الله. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، النهارده بنتكلم في العنف الاسري، عاوزين يا رب نحل مشاكلنا كلها مع بعض كده. استاذه شهيره من القاهره اتصلت تليفوني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك دكتور مصعب؟ ازيك يا استاذه شهيره، الله يبارك فيكي. الله يخليك. علوا بس الصوت شويه يا اخوانا عشان نسمع الصوت. الو ما اتفضلي، سامعك اتفضلي. انا عندي بنتي عيانه فعليا عندها حساسيه على العنف، فانا يعني صرفت كل اللي معايا كله على الادويه، يعني بسبب الدكاتره يعني يعني كل ما اروح لدكتور يديني علاج استمر عليه تخف ترجع زي ما هي تاني. فانا ما يعني حاولت بقى كل الاحوال بجميع الدكاتره اللي في مصر يعني. فهي جت في مره مدت ايدها على الفلوس وبقت تاخد الفلوس تصرف على زمايلها بحيث ان انا ارمله يعني والمبلغ قليل. فهل ده حل ان انا مثلا اضربها او افهمها ازاي؟ حاضر، هي عندها كم سنه؟ هي عندها هي في ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي؟ يعني المشكله تاخد فلوس من وراكي. هي يعني هي لما كان المرحوم موجود كان يعني انبسطهم قوي من ناحيه الفلوس، لما مات الفلوس قلت. حاضر حاضر استاذ شهيره. استاذ حسين السلام عليكم من بنها، اهلا وسهلا. وعليكم السلام. اتفضل. انا كنت عاوز اسال بس مشكله عندي فصله.
يعني الواحد يعمل ايه، الراجل يعمل ايه في حالة عدم الطاعة من زوجته ليه والنشوز ليها منها يعني، والقانون اللي بيمنع ان انا اخد مراتي السفر معايا غير في حالة رضاها. القانون بيمنع ايه يا استاذ حسين؟ معلش مش سامعك كويس. القانون اللي بيمنع ان انا ما اقدرش اخد مراتي معايا بسفر برضاها، يعني فرصه السفر ليا تبقى نادره. لازم توافق يعني برضاها، يعني ده سبب مشاكل ما بيننا اسريه. هي هجره البيت حتى يعني من اليوم، وسايبه البنت معايا لوحدها، بنت عندها 9 اشهر. بالك قد ايه متجوزها يا استاذ حسين؟ ما كملناش السنتين يعني. سنتين. دخول منها جامد جدا ليا، و يعني هي انا بعتقد ان هي ناشز، وده اللي شفته من الدين يعني. طيب طب هل بينكم اولاد يا استاذ حسين؟ هل في اولاد بينكم؟ ايوه بقول لحضرتك، بنتي عندها 19. بنت؟ طب في اي اعمال عنف؟ هل مثلا في مره ضربتها؟ هل في مره حبستها او عذبتها او حاجه لا قدر الله من كده؟ لا 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 لا، الضرب ده والتعذيب ده يعني انا كنت الاول كنت ممكن في خلافات لكن بعد حصل مشكله ما بيننا كده بسيطه والحمد لله عالجناها، انا ما بمدش ايدي عليها خالص، لكن النهارده سابت البيت ومشي. ماشي يا استاذ حسين، حاضر. استاذ شادي من الغربيه. السلام عليكم يا مولانا. ازيك يا استاذ شاهد، عامل ايه؟ ازيك يا مولانا، ازيك؟ الله يخليك يا حبيبي، اتفضل. هو الاول يا مولانا، قبل ما اعلق على موضوع النهارده الصعب جدا اللي حضرتك بتتكلم فيه، انا ارجو ان حضرتك توعدنا تكون في حلقه نتواصل فيها مع حضرتك عن الحلقات اللي فاتت ما كانش فيهم دخلات، والمواضيع كانت مهمه جدا ونفسي نتكلم مع حضرتك فيها بعد. اوعدك يكون في حلقه قريب نتناقش مع بعض فيها. حاضر. اولا ثانيا، بالنسبه لحضرتك لموضوع النهارده، هو الموضوع صعب جدا، وانا اسف ان اقول لحضرتك كلمه صادمه شويه، احنا كلنا غلطانين. بمعنى حضرتك الاب اللي بيعامل اسرته بشكل بشع لدرجه انه يحاول يخلي ان زوجته والعياذ بالله وبناته يمشوا في البغاء، مش هقول لك انه يستاهل القتل، بس هو اللي وصلهم للمرحله دي. في نفس الوقت حضرتك الزوجه اللي هي قتلت جوزها هي وبناتها غلطانه، انا اسف في الكلمه، لان ابوها وامها ما ربوهاش لما جوزك يوصل معاكي لمرحله سيئه ففي 1000 طريقه وطريقه غير القتل. فاذا حضرتك بقى الاب والام النهارده مقصرين في حق الاولاد في التربيه، والاب والاولاد بقوا مقصرين في حق ابائهم في الاحترام، وكل شيء حضرتك بقينا مقصرين فيه. ده حضرتك من الناحيه المعنويه. حضرتك من الناحيه الماديه، انا اقول حاجه واحده بس، وحضرتك ياما ناس اتكلموا فيها قبل كده، الافات اتكلموا فيها قبل كده. حضرتك لو احنا خدنا الزكاه بتاعه مال المسلمين، انا ما بتكلمش حضرتك بقى فيما تنتجه الارض ولا اللي موجود في بطن الارض ولا الكلام ده، انا بتكلم بس في المال. لو مال المسلمين حضرتك خدنا 2.5% منه بس كاموال سايله، هتكفي مسلمين الارض جميعا، ما بقولش وطن العرب، الارض جميعا، اكل وشرب ولبس، تخيل حضرتك ده كله هيكفينا. الحاجه الاخيره حضرتك بتذكر بس قول الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول ليس منا من مات شبعان واخيه او الاوجار يعني جوعان. يبقى اذا حضرتك عمرنا ما هيوصل واحد فينا في الدنيا ابدا انه يقتل او يسرق او ينهب او نوصل لهذه المرحله السيئه ما بين الاهالي عشان الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي احنا فيه. شادي انا بشكرك، سيب تليفونك في الكنترول عشان انا هستضيفك معايا في حلقه هنا ان شاء الله نتكلم مع بعض، لان ارائك بتعجبني. يا ريت الاخوه في الكنترول ياخدوا رقم تليفون الاخ شادي علشان نستضيفه ونتناقش مع بعض. استاذه حنان، سلام عليكم. حنان من القاهره، اهلا وسهلا. يا استاذه حنان. سلام. الو. اتفضلي، اهلا وسهلا. اهلا بيك. بصراحه انا شايفه ان الموضوع ده موضوع حيوي جدا، وانا يمكن مش من طبقه متوسطه، انا من طبقه عاديه جدا، فانا بشوف المواضيع دي وشايفه ان في سببين هما المسؤولين عن اللي بيحصل ده. اول حاجه المجتمع، ثاني حاجه القوانين. انا بشوف في بلاد بره ان يعني لو سمعوا صوت عالي بس كده في قوانين، وفي لو حد ضرب عياله الاب بيتحاكم، لو زوج عامل مراته وحش لا بتيجي، فاهم قصدي؟ ففي قوانين. اتفضل. الكلام ده مش موجود هنا، واللي بيدفع الستات انها او بناتهم يساعدوا امهم انها تقتل باباها وزوجها، دي حاجه يعني قهر. يعني وصلت لدرجه ان هي عارفه هو ده الصح. فدي حاجه مش سهله على الواحده او البنت لما تقتل باباها، لا يبقى ده كده في حاجه غلط في القوانين وفي مجتمعنا.
المفروض يبقى في توعية، المفروض يبقى كل واحد فينا فاهم لو عمل أو تعدى حدوده في يعني في قانون هنعرف يوقفنا، إنما إحنا مفيش قوانين. فتفتكر إحنا كل واحد فينا هيتعامل إزاي أما زوج يضرب مراته ويهينها؟ وطبعا أكيد الزوج مش هيقول على نفسه غلطان. القانون يا أستاذة حنان ممكن يمنع أو يحجم العنف بين مثلا جار وجاره، أو بين أخ وأخوه، أو بين ممكن بشكل استثنائي زوج وزوجته مثلا، إنما بين أب وولاده أو بين أم وولاده، هل القانون هو اللي ممكن يمنع الجريمة، ولا محتاجين إعادة صياغة مرة ثانية للعلاقة، ويكون فيه عاطفة بشكل أو بآخر، يكون فيه دين، يكون فيه يعني إحساس بالأبوة وإحساس بالأمومة أكتر من كده شوية؟ هو ممكن يكون خلل فعلا في شخصيتنا، إن إحنا ما بقاش في، يعني عايز أقول لك زمان أما كان ما فيش تعليم قوي وما فيش وكان في جهل، كانت الزوجة عندها بالنسبة لها زوج ده حاجة مقدس، طبنا فوق وزوجها تحت، وكان في احترام بين الزوج والزوجة. دلوقتي ما أعتقد ما بقاش في الاحترام، ما بقاش في حدود. أنا من وجهة نظري طول ما فيش حدود طول ما تفضل المشاكل دي بتزيد بالزيادة. دلوقتي حياتك لو ماشي في الشارع وواحد خبطك خبطة وقلت له خلي بالك، انت كأنك عملت مصيبة، يعني ازاي تقول لي خلي بالك؟ ليه؟ عشان احنا شعب ما خدناش عن ان احنا نتعامل بحرية، ما علموناش الحرية، ما علموناش ازاي نتعامل باحترام مع بعضينا، علمونا الخوف، علمونا ما نمشيش غير بالقوانين. فأنا شايفة ان المفروض يبقى في توعية، في اعلانات ازاي يبقى الناس كويسين مع بعض، ازاي المفروض احنا نخاف على بعض من بعض، مش محتاجين. استاذ حنان بشكرك جدا على هذا الافاده، وارجو تصيغي هذه الاراء في رساله على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه برنامج ناس وناس، صيغي الرساله ديت كده في على صفحتنا وعشان الناس تستفيد منها، وكل اللي اتصلوا بينا يا ريت يصيغوا رسالتهم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ناس وناس. أستاذة إيمان من الفيوم، سلام عليكم. يا أستاذة إيمان التليفون يبدو أنه اتفصل. بشكر كل اللي اتصلوا بينا، وبشكر كل اللي ما لحقناش ناخد اتصالاتهم التليفونيه نتيجه ضيق الوقت الحقيقه، لكن ممكن تشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج ناس وناس، سواء اللي اتصل او اللي ما اتصلوش، شاركونا عشان نتفاعل مع بعض باذن الله. دكتور انا بس هجاوب سريعا لان في سؤال ديني هنا هوت من الاستاذ حسين من بنها، بيقول ازاي يعالج نشوز الزوجه؟ القران وضح ده، قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعظوهن، الموعظة الحسنة بالأسلوب الجميل المتوافق مع الأخلاقيات والعادات والأعراف والدين في نفس الوقت، مش الموعظة اللي فيها تأنيب وفيها تبكيت وفيها ترياقة وفيها سخرية وفيها لا، فعظوهن الموعظة الحسنة. وبعد كده لو ما جاتش بالموعظة الحسنة وتاخد وقتك كويس او في الموعظة، مش توعظها العصر وتضربها المغرب يعني، لا الموعظة تاخد وقتها. بعد كده هجروهن في المضاجع، وده عقاب شرعي بيؤتي ثماره مع بعض الزوجات. ممكن تنتقل لمرحلة ثالثة اللي هي اضربوهن، مش الضرب المبرح او المبرح ان اضربها بكرسي ولا بترابيزة ولا بطبنجة في دماغها، لا اضربوهن يعني العلماء قالوا بالسواك اللي هو زي القلم ده كده، ده مش ضرب، ده يعني ممكن تهويش كده مش اكتر. اذا ما كانش ده يصلح، دخل بعد كده بقى الطرف من اهلها وطرف من اهلك، اذا الموضوع ما تحلش بالموعظة والهجر والضرب الغير مبرح التهويش ده، دخل بعد كده فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، لكن غير كده ما فيش حلول تانية. أستاذ شادي أنا من غربية، إن شاء الله نتقابل قريب. أستاذ حنان بشكرها شكرا جزيلا على الإضافة. أستاذ إيمان التليفون اتقطع. أستاذ شهيرة بنتها في ثالثة ابتدائي وبتاخد فلوس من وراها وهي مش عارفة تتصرف معاها إزاي، إيه الحل من وجهة نظرك يا دكتور محمد؟ والله الحل هي الأول قدمت مبررات هي بتقول ان البنت تقريبا تعبانه وعندها حساسيه وبالتالي هي بتحاول ان هي تبرر فعل بنتها. لكن انا هقول لحضرتك حاجه، ان اتعرض عليا مشكله من هذا النوع في الكليه، ان احد الطالبات سالتني، قالت لي انا عندي مشكله ان اخويا
بيمد ايديه وبياخد الفلوس. ووالدي كذا مره عرف وسكت، ووالدتي عرفت وسكتت، والمسائل ابتدت الفلوس تزيد. قلت لها لا، ده مطلوب انك انت توديه لطبيب نفسي. منطقي ان انا لازم 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 احاول ان انا اصل الى السبب الحقيقي لفعل هذا. هل هو بياخد الفلوس عن عوز؟ يعني هو محتاج الفلوس دي ولا مش محتاج؟ قلت لا، احنا مستريحين، يعني مش ما يعني، واي فلوس احنا بنطلبها. قلت لها خلاص، يبقى المساله دلوقتي في يد الطب النفسي. لابد ان تجرى له مجموعه جلسات نفسيه مع طبيب يستطيع ان هو يحكي. قالت لي طب وانا اخاف من الفضيحه مثلا؟ او قلت لها لا، انت تروحي للطبيب نفسي مؤتمن ويقدر ان هو يعالج المساله، لان المساله لو تطورت اكتر من كده. يعني ممكن ننصح اختنا الشهيره بانها برضه تعرض ابنها على طبيب، والطبيب النفسي ليس سبه، مش عيب ولا سبه ولا حاجه، وليس عيبا، ولكنه كلنا محتاجين نتعالج عند الاطباء النفسيين. كلنا فعلا يعني مرضى نفسيون بدرجات. والله انا في سؤال النهارده، هل الظروف الحاليه التي تمر بها مصر ساهمت في زياده العنف داخل الاسره؟ 88% قالوا نعم، و 12% قالوا لا. 88% شايفين ان الظروف هي سبب في العنف الاسري. على كل حال بنقدم، دكتور محمد بنقدم نصيحه لاخواننا في البيوت، اجعلوا منهج الله عز وجل هو الدستور جوه كل بيت. الاب يتقي الله عز وجل في اولاده، يعلم انه مسؤول عنهم امام الله عز وجل، والام تتقي الله في زوجها وفي ابنائها، والابناء يتقوا الله عز وجل في ابائهم وامهاتهم. لو الاب نفذ اوامر ربنا والام نفذت اوامر ربنا تجاه أولادهم، والابن نفذ أوامر ربنا تجاه الأب والأم، هنعيش كلنا في جنة. لو أخرجنا الزكاة زي ما بنقول، المجتمع نفسه مسؤول. لو كل المجتمع طلق خرج الزكاة وتعامل مع بعضه، الجار مع جاره، والسواق مع اللي شغال عنده، وصاحب المصنع مع العمال، وفق منهج الله عز وجل، مش هنلاقي فقير ولا محتاج ولا بلطجي ولا هنلاقي حاجة، لأن ربنا اللي خلق الكون خلق معاه العلاج لهذا الكون، أو العلاج لأمراض هذا الكون. فاحنا محتاجين بس نرجع لمنهج ربنا عز وجل، نفعل منهج ربنا عمليا في الواقع، ساعتها هنعيش في جنة اذا عملنا كده ان شاء الله. بشكر جدا الدكتور محمد صلاح الدين حنفي، استاذ علم الاجتماع الديني بكلية اداب جامعة القاهرة، على هذا اللقاء. شكرا دكتور محمد. انا بس يعني اللي هي بس كلمة، يمكن انا كنت موجود في المقدمة بتاعت حضرتك. فكرة الميراث هو نوع من انواع العنف، هو نوع من انواع التسلط من ولكن هو اسبابه بالنسبه للمجتمع المصري هو اسباب ثقافيه. في المقام الاول بتعود العيب بالبنت، لان هم ينظرون الى زوج اختهم على انه ليس من العائله، وبالتالي سوف يحصل على ميراث لم يتعب فيه، وبالتالي هم اما انهم يحبسوا هذا المال ويدوها جزء من الايراد، وإما أن هم يشتروا منها بثمن بخس، بحيث أن هذا الشخص لا يستفيد، لأن هو بينظر إلى شيء غلط في النهاية. هو طبعاً غلط. إحنا الوقت انتهى، بشكرك شكراً جزيلاً دكتور محمد، وبشكر حضرتك على التواصل. بكرة إن شاء الله يوم جديد، وهنكون في ناس وناس بكرة معاكم بإذن الله في ميعادنا الساعة 5 بكرة في مليونير في التحرير. عاوزين نحافظ على سلمية الثورة، والكل يستظل براية مصر فقط، بعيدا عن اي تحزب او خلافات او تشرذم او عنف. حافظوا على السلميه، بلاش عنف، خلونا كلنا مصريين، وكلنا بنطالب بمطالب الثوره بشكل سلمي، وكلنا في النهايه في التحرير، لا فرق بين اخواني وسلفي وليبرالي، كله في التحرير وفي كل ميدان مصر، مصريين بكره ان شاء الله تعالى. اشوفكم بكره على خير.